So. السلام عليكم. اليوم حنا كنتواجدوا كأطراف مدنية في محكمة الاستئناف بالدار البيضاء. حنا نقولوا حنا ضحايا ديال ما يسمى بمحمد المسالي، يعني سابقا رئيس حركة الشباب الملكي. نظرا لحجم الملف تأخر بعدما رفعت الجلسة مرتين، ونظرا لحجم هذا الملف فارتأى رئيس الجلسة أن يؤخره إلى التالي تزاولا، نظرا لحجمه من طبيعة الحال. وهنا أطراف مدنية، يعني كاين 11 شخص. ما أضيفه هو ننتظر حتى الساعة الثالثة زوالا ما تقرره المحكمة، ونوافيكم بمستجدات القضية، وشكرا. الحاج بسم الله الرحمن الرحيم. معكم اخوكم حميد نعناع، فاعل جمعوي بعملة البرنوصي، رئيس سابق لحركة الشباب الملكي بعملة البرنوصي. اليوم كنحضروا في المحكمة الاستئناف بالدار البيضاء لمحاكمة المكلم الحمير والبغال والكلاب الملقب بحمود الدالي. يعني المحكمة الابتدائية نصفتنا وعطاتو 10 شهور ديال الحبس، لأنه مس القضاء، مس مؤسسة قضائية، ومس 12 شخص يعني، وتحكم عليه ب 10 شهور نافذة. هو الآن راه في حالة اعتقال، وإن شاء الله حنا راه استأنفنا ليه، وباقي متابعين الاستئناف ديالنا، تابعين الاستئناف إن شاء الله، باش نشوفوا أن المحكمة الاستئناف حتى هي تنصفنا وتعطينا حقنا. حنا بغينا هاد السيد يعني يقذف عدة أشخاص، مسهم في الأعراض ديالهم، مسهم في الأزواج ديالهم. يعني هاد السيد يعني تزاوج الخطوط الحمراء، مس مؤسسة قضائية، وحنا راه باقيين متابعينه إن شاء الله، ونتسناو من المحكمة يعني تنصفنا وتعدلنا. وشكرا لمنبر 24، يعني شكرا لهم وشكرا للإخوان. بارك الله فيكم. Thank you.
بيوت اخرى رائجه في هذا ضحايا اخرين سيتنصبونهم ايضا في مطالبهم بالحق المدني. هناك كما قلت 600 فاتش في المحكمه الجنائيه الزجريه والدار البيضاء في عين الصباح والتي توبع فيها في حاله صراح. استغربنا ايضا لمتابعته في حاله صراح لانه سبق ان توبع في حاله اعتقال وهناك ملفات اخرى توبع فيها في حاله صراح لكن بالعكس الذي نثق في عدالة ونزاهة و يعني عدالة المحكمة محكمة الاستئناف بالدار البيضاء. نأمل في أن يكون الحكم الاستئنافي رادعا له و يعني طبقا للقانون وأن لا يتمتع بظروف تخفيف لأن الظروف التخفيف يستحقها من أخطأ واعتذر أو من أخطأ ولم يكرر الخطأ. هذا الشخص لديه ملفات أخرى متابع فيها في حالة صراح وهناك شكايات أخرى قيد البحث وبالتالي لا يمكن أن يكون يعني لا يمكن له أن يتم ردعه إن كانت العقوبات مخففة. وأشكر قناة عبر على لا احنا خرجنا راه اجلو ثلاث شويه راه كاين دخل صوت العدل راه مباشر كاين راه دوز لايف وكاين هذيك عافيه ها سلطان لا صوت العدل ولا عارفوش صاحبي انا ما عارفوش انا صاحبي ما طيب سفيان النهروم مسؤول التواصل من جهه الجو المجتمع المدني بجهه الدار البيضاء سطات. اليوم الرابع غشت 2021 نحن بمحكمه الاستئناف الدار البيضاء. القاعه الخامسه شهدت محاكمه ما يعرف وما يسمى برئيس جمعيه الشباب الملكي وهي الجمعيه التي لا علاقه لها لا بجلاله الملك ولا بالقصر الملكي فقط باستغلال هذه التسميه تم التشهير بالاشخاص وتم ارتكاب مجموعه من الجرائم المعاقب عليها طبقا للقانون الجنائي باسم هذه الجمعيه. رئيس هذه الجمعيه اليوم قبل المحاكمه عن بعد. تمت مناقشه الملف وتم حجزه للمداوله من اجل النطق بالحكم. عفوا داكشي اللي حجزوا عليه ديال الاملاك طيب الحكم الابتدائي الذي صدر ضد هذا الشخص بعشرة أشهر نافذة و 20,000 درهم تعويض للمطالبين بالحق المدني وهما 11 مطالبا بالحق المدني و 2000 درهم غرامة نافذة. صراحة يجب أن تكون رادعة ويجب ان يكون هؤلاء عبرة للاخرين الذين يستغلون وسائل التواصل الاجتماعي من اجل التشهير بالاشخاص. هذا الشخص استغل وسائل التواصل الاجتماعي فشهر ومس بالحياة الخاصة للناس ومس ايضا بالمؤسسات الدستورية ومؤسسات الدولة فأهان رجال القضاء ولم يتمكن من الادلاء باي دليل يدعم مزاعمه التي نشرها على مواقع التواصل الاجتماعي وخصوصا فيسبوك ويوتيوب حيث سبق وان اتهم مجموعه من القضاة النيابة العامة في المحكمة الزجرية الابتدائية سبا بالفساد والارتجاع وانضمام لعصابات الإجرامية ومجموعة كبيرة من الاتهامات والعشواء التي لم يتمكن من الإدلاء بأي دليل
للضابطه القضائيه عند قيامها بالابحاث اللازمه، وبالتالي فهذا الشخص تبع من اجل اهانه رجال القضاء طبقا الفصل 293 من القانون الجنائي، وتبع ايضا من اجل نشر هذه الضابطه حسب اساس الحياه الخاصه والتشهير بهم. صراحه الجرح الذي تسبب فيه هذا الشخص للمطالبين بالحق المدني وهو 11 كما قلت، جرح عميق مس اسرهم، مس ازواجهم، مس حياتهم الخاصه، مس دينهم ايضا. هناك من تعتوه الكافر، وهناك من تعتوه المنافق، وهناك من تعتوه، وهذا الشيء كله باسم جمعيه يقول جمعيه شباب فلسطين مجموعه من الاشرطه الاخرى التي نشرت على وسائل التواصل الاجتماعي ونشرها على صفحاته الخاصه، وكان يرضي ويسخط فيها على جهه الملك. هناك مجموعه اخرى من المتابعات رائجه في المحكمه الابتدائيه عند السبع في شهر 9 وفي شهر 10 2021، يلا بداوا فيها الجلسات. وهناك شكايات اخرى عديده لا زالت قيد البحث تهم نفس الفصول. صحيح، هناك متابعات اخرى لا علاقه لها بالتشهير، هناك متابعات اخرى تتعلق بالنصب والاحتيال والتزوير وانتحال الصفات، لكن هذه الامور كلها يبقى المتهم بريء حتى تثبت ادانته بحكم حائز لقوة الشيء المقضي وحكم نهائي، عاد باش نقدروا نقولوا واش فعلا قام بذلك الفعل ام لا. الى غايه اليوم لا زال بريئا من هذه الافعال. لكن بخصوص الاشرطه التي نشرها، هي اشرطه واضحه لا تحتمل اي تاويل، اشرطه سمى فيها الناس، اشرطه بتها واعترف ببتها، وبالتالي فيجب ان تكون العقوبه الاستنافيه رادعه لضمان عدم تكرار مثل هذه الافعال التي تمس الاسر وتمس الدين وتمس الاخلاق ايضا. الملف حجز للمداوله لمده اسبوع، سيتم النطق بالحكم ان شاء الله خلال الاسبوع المقبل. نتمنى ان يكون منصفا، نثق في عداله المحكمه التي ناقشت الملف بكل تفصيل، لمت بتفاصيله واجاب المتهم عن مجموعه من الاسئله التي لم، حسب رايي وحسب تتبعي، لم يتمكن من دحض اي تهمه موجهه اليه متابعا للاعلام. شكرا لقناه صوت العداله التي تتبعت هذا الملف منذ البدايه وحتى قبل بدايته. شكرا لكم. ضرب جمال، اسمح لنا برصدناك يا جمال. دير لايف؟ طيب، سفيان النهرو مسؤول التواصل بين مجلس الجهه والمجتمع المدني بجهه الدار البيضاء سطات. اليوم نحن بمحكمه الاستئناف هنا بالدار البيضاء، القاعه الخامسه ستشهد على الساعه الثالثه زوالا مناقشه ملف ما بات يعرف برئيس جمعيه الشباب الملكي الذي متابع في حاله اعتقال، والذي نشر مجموعه كبيره من الاشرطه التي اهان فيها رجال القضاء، اهان فيها مؤسسات القضاء والنيابه العامه، ومس فيها ايضا بالحياه الخاصه للاشخاص، وشهر بهم ونشر ادعاءات غير صحيحه وكاذبه، وهو متابع طبق الفصلين 263 والفقره الثانيه من الفصل 447 من القانون الجنائي. بالتالي سيتم مناقشه هذا الملف على الساعه الثالثه زوالا هنا بالمحكمه. الحكم الابتدائي صدر ضده بالإدانة بعشرة أشهر نافذة و 20,000 درهم تعويض لكل مطالبين بالحق المدني، وهم 11 مطالبا بالحق المدني، و 2000 درهم غرامة نافذة. اليوم حضر جميع المطالبين بالحق المدني وهم 11 شخصا، حضروا القاعة لكي يجيبوا عن أسئلة المحكمة إن ارتأت يعني أن تسألهم. صراحة هذا الشخص وإلى حدود اليوم وبغض النظر عن هذا الملف لا زال متابعا في ملفات أخرى، وكل مرة كتجي متابعة في المحكمة الابتدائية الجزرية بعين السبع بالدار البيضاء.
ملفات عديدة تخص أشرطة عديدة بالتشهير وبنشر الادعاءات الكاذبة ونشر الصور الشخصية للناس. أتمنى أن يكون الحكم السنافي رادعا له عند دخول هذا الملف في المداولة، عند إدراجه في المداولة إن شاء الله بعد مناقشته اليوم على الساعة الثالثة زوالا، رادعا له ورادعا أن يكون عبرة لكل من يستغل وسائل التواصل الاجتماعي للمس بالوطن والمؤس بالمؤسسات الدولة، المس بالنظام الملكي أيضا، والمس بالأشخاص وبأعراضهم. هذا الشخص استغل تسمية جمعية مدنية مؤسسة طبق الفصل الظاهر 1958 لكي يكيل اتهامات عديدة للمواطنين والمؤسسات الدولة. نثق في عدالة المحكمة، نثق في هيئة الحكم بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء. أتمنى أن يكون عبرة لكل من يستغل وسائل التواصل الاجتماعي من أجل الشهير. شكرا لمشاهدي قناة منبر 24.